السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد اللقاء معكم في اللقاء الأسبوعي المتعلق بمختبر الإلكترونيات، وتوقفنا في الجلسة الماضية عند الأوسيلوسكوب، وحكينا إنه طبعا كان حديثنا عن الـ Instruments and Devices، الأدوات والقيم والأجهزة والنبائط التي تستخدم في مختبر الإلكترونيات. ووصلنا لعند هذا السلايد اللي كان يحمل عنوان الأوسيلوسكوب. فيعني جلستنا هذه راح تكون استمرارية ومخصصة للأوسيلوسكوب. الأوسيلوسكوب يعني راسم الأشعة المهبطية، هو جهاز بيحول لنا الإشارة الكهربائية اللي جاية من الفانكشن جنريتر أو اللي جاية من الدائرة إلى إشارة مرئية، وهذه الإشارة المرئية ممكن بواسطة الفانكشنز اللي موجودة على الأوسيلوسكوب إنه نتعامل معها ونحسب بعض الحسابات، وتعطينا القياسات المطلوبة اللي جاية من الدائرة أو اللي جاية من الفانكشن جنريتر، اللي جايه من الدائره على الاوسيلوسكوب او اللي جايه، لنفرض الفانكشن جنريتر موصول بشكل مباشر مع الاوسيلوسكوب، بتظهر هذه الرسمه او بتظهر هذه الرسمه او بتظهر هذه الرسمه. فالاشاره المرئيه اللي بتطلع على هذه الشاشه ممكن تحليلها واجراء بعض القياسات عليها، واللي بتعكس ما هو موجود بين طرفي الأسلاك التي يتم وضعها، بين طرفي عنصر من عناصر الدائرة، بين طرفي أكثر من عنصر، بين طرفي المصدر اللي بيعطينا السيجنال. يعني أي إشارة جاية للأوسيلوسكوب الأوسيلوسكوب بيتحسسها وبيظهرها على شكل مرئي بنشوفه بالعين المجردة، وبنتعامل معاه بواسطة هذه الفانكشنز حتى نجري بعض القياسات اللي بتعكس واقع القياسات الفعلية اللي على الدائرة. ابتداء خلينا نحكي، وهذا يعني غير مطلوب في المختبر، هذا السلايد غير مطلوب. ابتداء خلينا نحكي عن مكونات الأوسيلوسكوب الداخلية. طبعا في مجموعة من الفانكشنز هنا مش كثير واضحة في هذا الرسم، بتساعد على التحكم بالإشارة اللي بتظهر على الأوسيلوسكوب. هذه هي الشاشة، هذه الشاشة اللي هي فلوريسنت سكرين، إحنا مقابلها تماما في هذا السلايد، بتظهر هذه الشاشة وإحنا مقابلها تماما. في الداخل، هنا في الداخل في المكونات التالية والدوائر التالية. في دوائر بتتحكم في صفائح في المجال الكهربائي بين هذه الصفائح، في دائرة بتتحكم في المجال الكهربائي بين هذه الصفائح، في دائرة بسموها تريجر يعني تظبيط الإشارة. فهذه الدوائر بتتحكم بالإلكترونات اللي جاية من مصدر السيجنال الكهربائي، اللي جاي على الأوسيلوسكوب، بحث هذا المصدر الفيلمنت بسموه للإلكترونات، وبتصدر إلكترونات بناء على هذا السيجنال، بتمر من خلال هذه الصفائح. هذه الصفائح ممكن نغير المجال الكهربائي بين طرفيها ويصير في ديفليكشن على الاتجاه العمودي للإلكترون، يعني الإلكترون ممكن ينزح بهذا الاتجاه أو بهذا الاتجاه، وبمر هنا وما بين الصفيحتين اللي بضبطوا مسار الإلكترون على المحور إكس، على المحور الأفقي. في عنا محور أفقي هذا هو، وفي عنا محور عمودي. فالديفليكشن اللي بده يصير على المحور العمودي أو على المحور الأفقي بيتم من خلال الدوائر اللي بتتحكم في هذه الصفائح. مر الإلكترون من خلال هذه الصفائح بسقط على الفلورسنت سكرين، هذه شاشة مفلورة. يعني الإلكترون بناء على طاقته، بناء على النقطة اللي بسقط عليها، هذه الشاشة تضيء
فتظهر إضاءة. فلما يكون عندي مجموعة من الإلكترونات جاية من سيجنال معين، وهذا السيجنال كان على شكل ساين ويف، فالمشاهد بشوف أثر مضيء لهذه الإلكترونات بهذا الشكل. ما هو إذن الأوسيلوسكوب؟ الأوسيلوسكوب converts electrical input signals into a visible trace on a screen. إذن بحول الإشارة الكهربائية إلى إشارة مرئية على الشاشة، وهذه الشاشة مدرجة. يعني they convert electricity into light، يعني بيحول الكهرباء الطاقة الكهربائية إلى طاقة ضوئية. هذه هي الأوسيلوسكوبس أو راسمات الأشعة المهبطية. أوسيلوسكوبس dynamically graph time varying electrical signal in two dimensions typically voltage versus time. يعني الأوسيلوسكوبس عادة برسم لنا إشارة كهربائية محورها العمودي two dimensional، يعني لها محور عمودي ومحور أفقي. المحور العمودي هو الفولتج والمحور الأفقي هو الزمن. توجد مجموعة من المفاتيح لضبط هذه الإشارة وللتمكن من قياس أو إجراء بعض القياسات على هذه الإشارة. مين اللي بيستخدم الأوسيلوسكوبس؟ العاملين في مجال الإلكترونيات، الإنجينيرز، التكنيشنز، الفنيين اللي بيعملوا تيست، اللي بيعملوا اللي تجارب في المختبرات الكهرباء والإلكترونيات، واللي بيعملوا ديزاين. هذه تعتبر أداة مهمة من أدوات اللي تستخدم للعاملين في هذا المجال، في مجال الكهرباء والإلكترونيات والتصميم والفحص. الآن حتى نأخذ الإشارة من دائرة معينة، مثلا من عنصر من عناصر الدائرة، لنفرض مقاومة، فنضع هذه الأسلاك بين طرفي الدائرة ونوصل الجهة الثانية بالأوسيلوسكوب من إحدى المداخل، مثلا هذا المدخل، أو من إحدى المداخل هذه. هذا السلك بسموه بروب، هذا السلك بسموه بروب. والسلك الشائع استخدامه في هذا الإطار هو 10 to 1 voltage divider probe بسموه. هلا ليش 10 to 1؟ لأنه هو أحيانا في هنا كبسة بتكون، في كبسة بتكون هون، بيعمل تقليص للأمبليتود. إيش هي الأمبليتود؟ اللي هي هاي، هذه الأمبليتود. بيعمل تقليص بواقع العشر، يعني الإشارة بتكون مثلا 10 فولت، هو برسمها لما نكبس كبسة التقليص الريدكشن، بتصير بتظهر هون على أساس إنها 1 فولت. لكن اللي كابس الكبسة بكون عارف، اللي كابس هذه الكبسة اللي موجودة هون بكون عارف إنه عمل كبسة التقليص حتى تظهر الإشارة، لأنه أحيانا الإشارة شو بتكون خارج نطاق الشاشة، والمفاتيح الضبط اللي هون ما بتمكنوا من انهم يعني رجعوها لنطاق الشاشة، وبالتالي جاءت هذه الكبسة اللي هون على اساس تخفض الامبليتود الى العشر، او العكس احيانا. احيانا بسوي يعني increasing للامبليتود by a factor of 10. احيانا بكون السيجنال اللي جاي ضعيف لدرجة انه يعني لو كان في عندنا مجال لزيادة الامبليتود بفاكتر معين بتظهر على شكل أفضل، وبالتالي عند إجراء الحسابات بنحسب حساب هذا الفاكتر اللي انضرب أو اللي تقسم. فهذا بسموها passive 10 to 1 voltage divider probe، أو إذا سميناها probe بشكل مختصر جاهز. الآن بدنا نفهم السكوب ديسبلاي والكنترول بانل. الأوسيلوسكوب إذا كان الفانكشن جنريتر بيرسل له موجة جيبية، بتظهر الموجة الجيبية بهذا الشكل. طبعا الشاشة بتكون مقسمة إلى مربعات، هذه المربعات بسموها ديفيجنز، مجموع ديفيجن، يعني هذه ديفيجن وهذه ديفيجن ثانية وهذه ديفيجن ثالثة وهكذا، على المحورين العمودي
والأفقي مقسم الشاشة إلى ديفيجنز. الآن وبتشكل شبكة بسموها جريد. الجريد هاي هي الشبكة اللي تحتوي على الديفيجنز. الآن احنا حكينا المحور العمودي محور فولتية، والمحور الأفقي محور زمن. لذلك الفيرتيكال سبيسينج راح يكون مقسم على فولت لكل ديفيجنز، والهوريزونتال سكند لكل ديفيجن. يعني هون في عندي كم سكند بالديفيجن الواحدة، أو كم فولت بالديفيجن الواحدة. الآن مين اللي بيحدد هذا؟ المفاتيح هذه، هذا المفتاح وهذا المفتاح. هذا المفتاح فولتس لكل ديفيجنز، يعني خاصة بهذه الديفيجنز، وهذا المفتاح تايم لكل ديفيجن، مخصصة للديفيجنز الأفقية. في حدا ممكن يسأل، طب في عندنا هون كمان فولتس لكل ديفيجن. هذا بيستقبل، هذا الأوسيلوسكوب بيستقبل قناتين، يعني بيستقبل تو سيجنالز. يعني أنا بقدر آخذ سيجنال من بين طرفي مقاومة وأحط البروب هون، وآخذ سيجنال آخر ببروب آخر وأحطه هون بين طرفي مكثف مثلا، فبيظهر لي الإشارتين. هيك بيظهرني الإشارتين، هذا بسموه تو شانل ديسبلاي أو تو شانل أوسيلوسكوب. ففي عندي لنفرض هون في مؤشر، بكون هذا هو المؤشر. إذا المؤشر موجود على الرقم 2، شو معناها؟ معناها إنه كل ديفيجن بيحتوي على 2 فولت، كل ديفيجن بيحتوي على 2 فولت. ماشي. فلما يكون عندي كل ديفيجن 2 فولت، عندي هون هاي الديفيجن 1 2 3، طب كم الامبليتود بهذا الشكل؟ كم الامبليتود لهذا السيجنال؟ الامبليتود لهذا السيجنال هو عدد الديفيجنز مضروب في الرقم اللي بدل عليه المؤشر الفولتس لكل ديفيجن. ف3 في 2 بيعطينا 6، 3 في 2 بيعطينا 6، 6 فولت. طبعا ايش هاي الامبليتود؟ طب البيك تو بيك، البيك تو بيك بنضرب في 2، 12 فولت للاشاره هاي، 12 فولت. اوكي. احيانا الان بدنا نشوف على المحور الافقي، بدنا نحسب الزمن الدوري. الزمن الدوري لانه هذا محور زمن، الزمن الدوري بهمنا نعرف عدد الديفيجنز بين نقطتين متماثلتين، يعني بين هذه النقطة وبين هذه النقطة. 1 2 3 4 5، 5. إذا كان المؤشر هون المؤشر كان على 1، هي المؤشر، هذا المؤشر. إذا كان المؤشر على 1، لا احنا بدنا نطلع على التايم الآن، بدنا نطلع على التايم. فالمؤشر هون على 20 ملي سكند. لاحظوا في عندي ملي سكند وفي عندي مايكرو سكند، فالمؤشر هون على 20 ملي سكند. يعني هون 1 2 3 4 5، 5 هي على الحاسبة، 5 ضرب 20 يساوي 100 ملي سكند. إذا الزمن الدوري 100 ملي سكند. طيب الآن كم الزمن، كم التردد؟ التردد مقلوب هذا المقدار، فالتردد لما ال 100 ملي سكند يعني 100 في 10 أس سالب 3، أقلبها أعمل مقلوبها بيطلع عندي 10 هرتز. فتردد هذه الإشارة 10 هرتز، بينما الماكسيمم فاليو البيك فاليو الامبليتود للفولتج قديش؟ 1 ضرب 3 يعني 3 فولت. هون المؤشر على 1 مش على 2، المؤشر على 1 اللي هو هذا هو. إذا مرة ثانية، السيجنال اللي بيظهر عندي، السيجنال اللي بيظهر عندي هو سيجنال جي بي. إذا كان الفانكشن جنريتر بيعطينا إشارة جيبية على الشاشة، تكون مقسمة إلى ديفيجنز عمودية وأفقية. العمودية خاصة بالفولتية والأفقية خاصة بالزمن. بماذا تفيدني؟ من محور الفولتية بحسب الماكسيمم أو البيك فاليو، عدد المربعات في القراءة اللي موجودة هون، فثلاثة في 1 يساوي 3 فولت. بينما على المحور الأفقي
بقدر أحسب الزمن الدوري، وهون حسبت الزمن الدوري 5 ضرب 20، بهمني التايم لكل ديفيجن. لما أحسب أفقيا بهمني هذا المفتاح، لما أحسب عموديا بهمني هذا المفتاح. فأنا بحسبت أفقيا 5، بضرب في الرقم الذي يقابل المؤشر 20 ملي سكند. 5 في 20 ملي سكند يعني 100 في 10 أس سالب 3، مقلوبها بيعطيني 10 هرتز. فهاي المفاتيح الأساسية. طيب هون في عندي مفتاح اكسبوزيشن. اكسبوزيشن لو أدور المفتاح بهذا الاتجاه، الإشارة هاي كلياتها تزاح باتجاه اليمين، لو أدوره بهذا الاتجاه تزاح باتجاه اليسار، فهي يعني للتظبيط الإشارة، تحريكها على المستوى الأفقي. يعني لو بدي هذا البيك يجي هون، بحرك هذا المفتاح. وفي عنا vertical position، في عنا vertical position اللي هو الواي position، برضو إذا حركته باتجاه اليمين الإشارة بتطلع لفوق. يعني إذا هذا البيك، إذا هذا البيك بدي أطلعه لهون، بدور هذا باتجاه اليمين. إذا بدي أنزله لتحت بدوره باتجاه اليسار. فصار عندي معروف هذا المفتاح، ومعروف هذا المفتاح، ومعروف هذا المفتاح، ومعروف هذا المفتاح لإيش. طبعا هون الباور، مفتاح الباور بكبسه بتطلع الإشارة، بطفيه بتروح الإشارة. وفي مفاتيح ثانية يعني مش أساسية لكن يعني ممكن نتعرف عليها لاحقا، زي مفتاح التريجر، هذا نتعرف عليه لاحقا إن شاء الله. طبعا هذا شكل موديل من موديلات الأوسيلوسكوبس، وهذا ديجيتال. طبعا الديجيتال براند مكوناته ما بتكون بهذا الشكل. الديجيتال براند بكون في السيجنال بيجي من مصدر معين، وهذا السيجنال بتحول إلى ديجيتال سيجنال، بروح على مايكرو بروسيسر، المايكرو بروسيسر بيعالجه وبيحوله إلى إشارة مرئية. فالفرق ما بين الأنالوج والديجيتال أوسيلوسكوبس والبنية الداخلية، هذاك بتعامل مع إشارات رقمية 010101، وهذا بتعامل مع إشارات كهربائية بتثير الإلكترونات وبتعمل على فلورة الشاشة وبالتالي إظهار السيجنال. الجهتين يؤدوا نفس الدور، وهو تحويل الإشارة الكهربائية إلى إشارة ضوئية مرئية. فهنا أنا استعرضت التو مودلز، ديجيتال والأنالوج العادي اللي موجود عندنا في مختبر الإلكترونيات بهذا الشكل، وتحديدا هذا هو الأوسيلوسكوب اللي موجود عندنا في مختبر الإلكترونيات. في منه من هذا الموديل وفي منه من هذا الموديل. هذه هي المفاتيح الفولتس لكل ديفيجن، وهذا هو مفتاح التايم لكل ديفيجن، وهذا مفتاح اللي بيركب عليه البروب. وطبعا في يعني كبسة بتشغل الأوسيلوسكوب، وفي كبسات ثانية تتحكم في هذه الإشارة. الآن لنفرض أنه أنا ركبت الأوسيلوسكوب ووصلته بالدائرة وأظهر لي هذا الشكل، هل هذا الشكل يعني مقبول لإجراء القياسات؟ الإجابة طبعا لا. فأنا بدي أحوله لشكل بهذا، بحيث يظهر عندي بهذا الشكل، حتى أقدر أحسب أفقيا قديش الفاصل ما بين نقطتين متماثلتين، وعموديا بين نقطة الصفر وأقصى قيمة حتى أقدر أحسب. فهذه بتحتاج بسموها adjustment، يعني لعب في المفاتيح اللي موجودة. فلازم أغير مفتاح الفولتج لكل ديفيجن بحيث تظهر الصورة أفضل. لازم أغير الفيرتيكال بوزيشن اللي بيغير الإشارة على المحور العمودي، بيطلعها لفوق أو بينزلها لتحت. لازم أغير المفتاح الخاص بالتايم لكل ديفيجن، بحيث انه الموجه تنفرد اكثر او تنضغط اكثر. اذا كانت مفروده كثير بضغطها، اذا كانت مضغوطه كثير زي هون بفردها.
ولازم اضغط زر او مفتاح التريجر ليفل. والتريجر ليفل يعني في سلايد لاحق راح احكي عنه. فالاشاره يعني اللي بتيجي من دائره معينه مش بالضروره او غالبا راح احتاج اعمل ادجستمنت عليها، تغييرات من خلال مفاتيح الضبط اللي الاساسيه اللي اشرنا لها. الآن أحيانا الإشارة بتيجي من المصدر بهذا الشكل، طب كيف بدي أتعامل معها؟ يعني هون واضح أنه يعني بتجيني إشارات غير متزامنة وغير متوافقة مع بعضها البعض. فهون بيجي دور التريجر. التريجر هو لضبط الإشارة بحيث أنه يكون في نوع من التوافق والتزامن بحيث تظهر بهذا الشكل. فأنا بغير مفتاح التريجر، بضلني اضبط فيه واغير مفتاح التريجر بحيث انه يعني اسويها بهذا الشكل او بهذا الشكل. طبعا من الافضل انه دائما تكون بهذا الشكل بحيث يكون الزيرو يتوسط الجزء الموجب مع الجزء السالب. فالديفولت تريجر لوكيشن هو التايم زيرو، وسنترنج نعمل سنترنج للسكرين على المستوى الافقي وعلى المستوى العمودي. فلما تظهر الإشارة بهذا الشكل، السبيل الوحيد اللي ممكن إني أضبط فيه الإشارة هو التريجر ليفل. زي ما حكيت، هذا هو الكنترول بانل للأوسيلوسكوب، وهذه هي شاشته، وهو حكينا عن المفاتيح الأساسية، مفتاح الفولتس لكل ديفيجنز، التايم لكل ديفيجن، الشانلز لما أكبس كبسة شانل واحد بتفعل شانل واحد، لما أكبس كبسة شانل اثنين بتفعل شانل اثنين. وهون يعني لما ما يكون مكبوس بكون مثلا على شانل 1، لما يكون مكبوس بنكبس على الشانل 2، لما أعمل دول الشانلين بيظهروا إشاراتهم، يعني بتظهر إشارتين هون، مثلا إشارة للشانل الأول وإشارة ثانية للشانل الثاني، بحيث أنه أنا أظهر فرق الطور مثلا أو إزاحة الإشارتين عن بعضهم وبالنسبة لبعضهم البعض. طبعا هون في دي سي إي سي جراوند، يعني إذا حطيت إذا المصدر اللي بستخدمه دي سي بحط دي سي، إذا المصدر اللي بستخدمه إي سي بحط إي سي. إذا بدي ألغي الإشارة اللي جاية للجهاز للفانكشن جنريتر بحط على الجراوند. فهذا المفتاح خاص للشانل الاول، وهذا مفتاح مماثل له خاص للشانل الثاني. التو شانلز لهم مفاتيح متماثله. فانا في عندي سيجنال جاي من مربوط على الشانل الاول بضبطه من خلال مجموعه المفاتيح هذه، في عندي سيجنال جاي من عنصر ثاني وانا رابطه بالبروب على الشانل الثاني، هذه المفاتيح اللي بتساعدني على الشانل الثاني. وهذا مفتاح واحد للتايم للإشارات كلها، يعني للمصدرين، سواء كان عندي شغال مصدر ولا مصدرين التايم، لأنه من زمن موحد لكل الإشارات اللي راح تيجي. بالتالي ما بقدر أنا أتحكم في زمن لإشارة وأفصله عن زمن آخر، الزمن موحد للجميع، لذلك في عندي مفتاح واحد للزمن لكل ديفيجن. الآن في موضوع اللي هو Component Tester Using CRO، اللي هو فحص العناصر بواسطة خلينا نلحق الشحن ضعف على الكمبيوتر، أيوة، فحص العناصر باستخدام الكاثود راي أوسيلوسكوب. فإحنا بنسميه يا بنسميه CRO، يا بنسميه أوسيلوسكوب، يا بنسميه راسم الأشعة المهبطية، اللي بدكم إياه سموه، كله مسموح لكم ما دام التعليم عن بعد. كله مسموح في إطار إيش؟ في إطار المسموح. المسموح في إطار المسموح. بمعنى إنه يعني كل شيء متعلق في المادة ممكن إنه يكون في هناك أسئلة عليه. أيضاً كون التعليم عن بعد يعني بده يكون في عندنا مرونة نسبية معكم من حيث
الأمور المتعلقة بالعملية الأكاديمية، ومن بينها التسميات. اسألوني لازم بالإنجليزي، لازم بالعربي، أنتوا اختاروا المناسب لكم، المهم يكون علميا صح. يعني الرسالة اللي لازم أوصلها لكم هي المعرفة، فالمعرفة ممكن توصل بأي لغة، وأنتم ممكن تعبروا عن تقبلكم لهذه المعرفة أيضا بأي لغة أنتم بتشوفوها مناسبة. فسي آر أو بيمشي الحال، أوسيلوسكوب بيمشي الحال، التسمية كاملة كاثودري أوسيلوسكوب بيمشي الحال، راسم الأشعة المهبطية بيمشي الحال، اختاروا المناسب لكم. فهذا الجهاز من بين استخداماته كومبوننت تيست. شو يعني؟ يعني بفحص العناصر، يعني مقاومة، أنا مش داري خربانة مش خربانة شو مالها، بقدر أفحصها. مواسعة، دايود، ترانزستور، بقدر أفحص العناصر الكهربائية الأساسية على هذا الجهاز. طيب السؤال كيف؟ ببساطة هون في عندي مكانين للتوصيل، باخذ سلكين، ويفضل انه يكونوا ذات لونين مختلفين، يعني سلك احمر مثلا وسلك اسود. السلك الاسود بروح دائما على الكومون على الارض، والسلك الاحمر من يعني السلك الاحمر هو الخط الحامي. فانا بدي اوصل هذول السلكين، وصلتهم هون، وطبعا في يعني هون بكون في عندنا كبسة على الأوسيلوسكوب بتفعل وضعية الجهاز بحيث أنه يقيس يفحص العناصر. في عندنا كبسة، والكبسة يعني مكتوب عليها كومبوننت تيست، كومبوننت تيست. أحيانا بتكون هنا، وأحيانا في بعض الموديلات. إحنا في عندنا الموديل الموجود في البراند الموجود في الجامعة، الكومبوننت تيست موجودة تقريبا في هذه المنطقة، بنكبسها وبعدين بنوصل السلكين وبناخذ الطرفين الآخرين من الجهة الثانية بنوصلهم بمقاومة. الآن إذا وصلتهم بمقاومة زي بهذا الشكل، إذا أطراف هذه الأسلاك السلك الأحمر طرفه موجود هون والسلك الأسود موجود هون، ووصلته بمقاومة. أنا مش عارف إنه هاي المقاومة محروقة اكسبايرد خربانة، بدي يعني أقيس أفحصها من وجهة نظر صلاحية إنها هي صالحة للاستخدام ولا لا. الآن أنتم بتعرفوا أن المقاومات أغلبها مقاومات أومية. شو يعني مقاومات أومية؟ يعني لما بدي أرسم العلاقة ما بين V و I فالعلاقة تكون خطية تمر من نقطة الأصل بميل. فإذا كانت هذه المقاومة صالحة للاستخدام بيظهر على هذه الشاشة هذه الإشارة. طب إذا المقاومة ضاربة وفيها شورت، شو يعني شورت؟ يعني جهد هذه النقطة نفس جهد هذه النقطة، تظهر هذه الإشارة. فاللي بيشتغلوا في مجال الإلكترونيات والكهرباء بيفحصوا بيستخدموا هذا الجهاز للفحص. شكيت أنا مثلا في عندي جهاز ريموت كنترول، من خبرتي في تصليحه تبين انه بضرب فيه مقاومه، ده غالبا ما بتضرب فيه مقاومه، فمن لما يجيب لي اياه زبون ويشكي من انه هذا الجهاز مش شغال، من خبرتي انا بفتحه وبروح على هذه المقاومه الاساسيه مثلا اللي في الدائره وبفحصها، اذا اعطتني هذا السيجنال مقاومه خربانه، هي قيمتها معروفه بقدر اطلعها من هون القيم زي ما اخذنا في المحاضره الماضيه، بستبدلها قبل ما استبدلها بفحصها، اعطتني هذه الاشاره اذا شغاله بربطها وبشغل الريموت كنترول وبرجعه للزبون. الان هذه مجموعه عناصر مثلا اذا عندي مقاومه وفحصتها لازم تظهر بهذا الشكل. اذا كان عندي اوبن سيركت يعني مفتاح مفتوح لازم يظهر بهذا الشكل. اذا كان في شورت سيركت يعني شورت يعني الشورت يعني كأنه هذا السلك موصول بهذا السلك، هذا الشورت شورت سيركت. شو يعني الشورت؟ متى بيحدث الشورت؟ مرات بتعروا الأسلاك بنشبكوا على بعض بصير الشورت، ماشي؟ فالشورت دائما بيعطينا هذا السيجنال. إذا كان في عندي ترانزستور والترانزستور شغال بيعطيني هذا السيجنال.
إذا كان عندي كاباسيتر مواسعة بتعطيني هذا السيجنال إذا أنها شغالة، إذا ديود بيعطيني هذا السيجنال، إذا نوع آخر من الديود زينر ديود بيعطيني هذا الشكل، وبلي ترانزستور أيضا ممكن يعطيني هذا السيجنال بيعتمد وين أنا حاطط هذه الأطراف. فإذا ما هو الأوسيلوسكوب؟ ما هو الأوسيلوسكوب؟ الأوسيلوسكوب هو جهاز بيحول الإشارة الكهربائية إلى إشارة مرئية، بفحص الإشارة الكهربائية من وجهة نظر فولتية وزمن دوري وتردد، ولهذه الغاية يجب ضبط الإشارة من خلال عدة مفاتيح: مفتاح الفولتس لكل ديفيجن ومفتاح التايم لكل ديفيجن. الأوسيلوسكوب عادة بكون سينجل شانل أو مالتيبل أو دوال شانلز، يعني في تو شانلز بيستقبل أكثر من إشارة. في مفاتيح ضبط أخرى أهمها التريجر. والأوسيلوسكوب يستخدم لفحص العناصر، صلاحيات العناصر بالاعتماد على نوعها وبالاعتماد على الإشارة اللي بتطلع. الآن في هذا الرابط، هذا الرابط بيودينا على أوسيلوسكوب موصول مع فانكشن جنريتر. فالآن بدنا نروح على هذا الرابط. ببساطة بدي اياكم تنسخوا هذا الرابط وتحطوه على البراوزر عندكم وتفتحوه. لما تفتحوه